مراجعة الأسعار هي ما جميع متعاملين مع صونة ترك، بغض النظر على طبيعة الدولة أو القارة، أوروبيين أسيويين كلهم معنيين بهذه المراجعة. المناقشات متقدمة جدا، فيه على الأقل ثلاث شركات توصلنا إلى مراجعة الأسعار. واحدة كما تعلمون مضينا وأعلننا عليه، فيه الأيام القادمة ربما يكون إعلان على إمضاء عقدين أو ثلاثة مع شركات أخرى، ونستمر مع الشركات المتبقية إن شاء الله حتى نتوصل إلى اتفاقيات. فيما يخص وجهة الغاز، كما تعلمون أن عقودنا تمنع توجيه الغاز إلى دولة أخرى غير يعني الدولة المعنية بالاستيراد تاع الغاز، فيه استثناءات معروفة، إذا لكن هذا الاستثناء يتطلب الموافقة تاع سوناتراك وتقاسم الأرباح.